لعام 2013 بانطلاقة شوطنا الرابع عشر الذي يحمل هذه التحديات ويحمل الشعارات ويحمل المنافسة ما بين ملاك دول مجلس التعاون الخليجي. مشاهدينا الكرام، المركز الأول بوادي في مقدمة هذا الشوط، تعود ملكيتها للسيد علي بن ناصر بن محمد بن شابل في مقدمة هذا الشوط، بينما نقرأ على المركز الثاني اللي وصلت في المركز الثاني لبا، اللي وصلت في المركز الثاني محمد بن علي بن مثيب في المركز الثاني، وفي المركز الثالث اللي وصلت في المركز الثالث التماس. يا سلام التماس، هذا الاسم الكبير، هذا الاسم القدير. التماس تعود ملكيتها لناصر بن مبارك بن راشد بن حباب الهاجري في المركز الثالث، واللي اختطفت هذا المركز وهي من وصلت مياسه لحميد بن سالم بن احمد الوهيبي وانطلقت المركز الثاني. دعونا ناخذ المركز الرابع، اللي وصلت في المركز الرابع مع شروق اللي اشرقت مع شمسي هذا اليوم. يا سلام، محبه اللي قادمه ويا حبها للفوز بشعار جار الله بن راشد بن بتله المري. لكن اعود الى لبه، الى لبه اللي لبت النداء، ولكن القادمين اقوى. المركز الثالث اللي قادمه، عروبه قادمه، او هنا العفريت محمد بن مبارك بن عبد الله الخليفه في المركز الثالث. لكن لبا، يا لبا، يا لبا، الله، يا سلام يا سلام. لبا في مقدمه هذا الشوط، لبا بهذا الانطلاق، لبا بهذه التحديات. يا سلام، العفريت قادمه، العفريت قادمه بشعار الخليفه، بشعار الخليفه. يا سلام، محمد بن مبارك بن عبد الله الخليفه، لبا والعفريت، لبا والعفريت، العفريت، العفريت. مشاهدينا الاعزاء، انتزعت المركز الاول، وقلت لكم بان القادم اقوى، القادم اجمل واجمل مع العفريت. السلام والتحيه والاحترام لمالك العفريت محمد بن مبارك بن عبد الله الخليفه، مشاركه موفقه وناموس مستحق لهذا الشعار. تهانينا لمالك العفريت. المركز الثاني لبى في المركز الثاني، لبى في المركز الثاني محمد بن علي بن مثيب. في المركز الثالث شروق لمحمد بن سعيد بن قحيز، او سعيد بن محمد بن سعيد بن قحيز. المركز الرابع اللي وصلت في المركز الرابع وهي محبه جار الله بن راشد بن بتله المري. وفي المركز الخامس اللي وصلت في المركز الخامس ملالة لحمد بن جار الله البريدي. تهانينا والناموس لكل الأخوة الفائزين. تهانينا والناموس لهذه انطلاقة لبا، والتي واصلت المسيرة إلى أن خطفت منها العفريت المركز الأول بكل ثقة مع مالكها محمد بن مبارك بن عبد الله الخليفة. تهانينا له على هذا الناموس وعلى هذا الإنجاز، ونقطة صباحية مميزة مع شعارك. التوقيت الزمني 4:34، 28 جزء من الثانية. تهانينا أيضا لمالك لبا، وصلت في المركز الثاني، أدت العرض الممتاز. تهانينا لمحمد بن علي بن مثيب. التوقيت الزمني لحظة وصول لبا 4:35، 64 جزء من الثانية. وصلت في المركز الثالث شروق، واصلة في المركز الثالث، تعود ملكيتها لسعيد بن محمد بن قحيز المري. وصلت في المركز الثالث، وتوقيت شروق 4:38، 28 جزء من الثانية. تهانينا لكل الأخوة الفائزين.